هو أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية، يخضع أو يطلع بأدوار محورية هامة تخول له السهر على التمويل، الخزينة العمومية بالموارد الجبائية وعائدات التحصيل بعنوان القضايا المنازعاتية، ناهيك عن إسهامه الفعال في تحسين مناخ الأعمال من خلال سهره الدؤوب على تجسيد سياسة العمل للحكومة الرامية أساساً لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات.